بناء على متوسط الراتب الشهري للفرد العراقي، فهو يحتاج إلى 154 عاماً ليجمع أول مليون دولار، 154 عاماً وشهر إضافي بحسب منصة بيكودي المالية. هذه الإصلاحات الحكومية التي تعد الحكومة بها، يعني هل من الممكن أن تسرع من وصول الفرد العراقي إلى أول مليون دولار؟ سيدتي الكريمة، بالرغم من الثروات النفطية والغازية التي يمتلكها البلد، إلا أن المستوى التنموي للبلد هو مستوى فقير، ومعدل الزيادة معدل الزيادة السكانية لا يتناسب مع معدلات التنمية، وهذا انعكس بشكل انخفاض مستوى الدخل. يعني إحنا متوسط نصيب الفرد العراقي من إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية هو بحدود 7 مليون دينار عراقي، وهو يعني منخفض، لانه اغلبه يعني الكل يعلم انه مثلا اليوم موظفي القطاع العام من الدرجه الخامسه فما دونهم في خط الفقر بسبب انه ارتفاع حاله التضخم والغلاء المعيشي. فالاصلاح الاقتصادي العراقي ورفع مستوى نصيب الفرد من الدخل هذا لا يمكن ان يحصل بدون ان نذهب الى تنويع الاقتصادي، لانه اليوم الايرادات النفطيه تشكل يعني 77% منها تذهب الى الرواتب، فالريوع النفطيه هي التي تسدد الرواتب، والاعتماد على مصدر واحد في تسديد الرواتب هذا يعني جانب غير سليم، فنحن بحاجه الى التنويع الاقتصادي حتى نستطيع ان نساهم في رفع مستوى دخل الفرد العراقي.